أشرفت العتبة العباسية المقدسة على نصب موكب أشبال الطفل الأطفال الذين ترسخ في قلوبهم عشق الإمام الحسين عليه السلام، إذ يتسابقون المحبون والموالون في كل عام على تقديم خدماتهم لزوار الإمام الحسين عليه السلام بذكرى عاشوراء، فترى الكبير والصغير يهتفون على الخدمة الحسينية. ما أن يحل شهر الأحزان شهر المحرم الحرام، حتى ترى أطفالا بعمر الورود يجمعهم حب الإمام الحسين عليه السلام يتسابقون في تقديم خدماتهم المتنوعة لزائري مدينة سيد الشهداء عليه السلام، حيث اجتمعوا بموكب أشبال الطف الخدمي بإشراف العتبة العباسية المقدسة لتربيتهم على خطى ونهج أهل البيت عليهم السلام، لكي يتحصنوا ضد المخاطر التي تحدق بهم، لا سيما الهجمات الفكرية والانحرافية التي تبثها جهات متعددة. فهؤلاء الأولاد يحتاجون إلى تربية، يحتاجون إلى أن يعرفوا من هو الحسين منذ الصغر، يتعلموا الآداب والأخلاق والمبادئ، ويكونوا على بصيرة من أمرهم عندما يعني يكبروا، ويعلموا كذلك أقرانهم وكذلك أولادهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أدبنا وطلب منا وأوجب علينا تربية الأولاد بهذه الصورة. إضافة إلى ذلك، يعني من أهداف هذا الموكب بأنه كثرة الانحرافات التي تحدث خصوصا عند لنقول البسطاء الذين لم يتعلموا، فكان هذا الموكب تعليم عملي، فحتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، وكذلك يجابه الانحرافات الموجودة والكثيرة في المجتمع. تنوعت الخدمات ما بين توزيع الطعام والشراب للزائرين والخدمات الفكرية من عرض وقراءة مجلات الأطفال، إضافة إلى تعليمهم الخط العربي وإقامة المجالس العزائية العاشورائية والتي يديرها مجموعة مؤمنة من الأطفال ترسخ في قلوبهم عشقهم للإمام الحسين عليه السلام، فترى الرادود والخطيب والخادم في صفوفهم. جاي أخدم الإمام الحسين، موكبنا حلو، نقدم لهم مي وعصير. موكب أشباه الطف، أنا طبعاً هسه رادود وجاي نقدم خدمة الإمام الحسين، وهاي الأطفال كلها ويانا تقدم خدمة الإمام الحسين للزوار. خدمة الإمام الحسين لم تقتصر على الكبار فقط، فها هم أشبال الإمام الحسين يتأسون بعلي الأكبر خدمة لزوار الإمام الحسين. لقناة كربلاء الفضائية، أنمار الفضلي، كربلاء المقدسة.